الوطني يشن هجوما على مواقع الميليشيا الحوثية شرق تعز ويكبدها خسائر فادحة. أسرع 35 عنصرا من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش وغارات التحالف في جبال السلف السايقية بالجو. تقرير أممي يؤكد حصول الحوثي على أسلحة جديدة من ضمنها صواريخ منتجة في إيران. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شنت قوات الجيش الوطني فجر اليوم السبت هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثية الانقلابية في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وأسفرت المعارك عن تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. استيقظت مدينة تعز على أصوات الاشتباكات والقذائف ليتبين أن الجيش الوطني هاجم مواقع ميليشيات الحوثي بجبل المقرم والقعشة شرق المدينة. مواكب الزحف نحو المجد زيدينا واثبني إليه وزيدي من تحدينا وذكري متناسينا وناسينا أن على الدرب ما زلنا يمانينا. الجيش الوطني ينفذ يعني معركة هجومية شرسة منذ الساعة الأولى لفجر هذا اليوم على السلسلة الجبلية الهامة والاستراتيجية المتمثلة بأتبة المقرمي والقعشة والسلال والمواقع المختلفة في اتجاه الشرقي، واستطاع الجيش الوطني أن يحقق سيطرة لبعض المواقع الهامة وسيطرة نارية على العدو وكبد العدو خسائر فادحة بالمعدات والأرواح، والمعركة لا زالت مستمرة. الهجوم خير وسيلة للدفاع، ورجال الجيش لا ينقصهم القوة ولا الشجاعة والإقدام، فعمليتهم اليوم فاجأت الميليشيات وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح في مواقع المقرم والقعشة المجاورة لمنطقة الحوبان. ولن تجد الميليشيات في تعز غير ما رأته اليوم، فرجال الجيش ومن خلفهم المقاومة أيديهم طوال الوقت على الزناد وفي أتم الاستعداد. المعنويات مرتفعة والنوايا صادقة والرأس عالي والعزيمة فل والهمة قوية. تم مداهمة الروافض المقوس في تبة المقرمي والسلال على غفلة وكبدناهم من الخسائر والقتلى الكثير. الآن هم في حالة غيبوبة مما قرى لهم، لم يتوقعوا هذه الهجمة الشرسة من أبناء المقاومة والجيش الوطني في هذه المنطقة الكريمة. عندنا 2 من الشهداء و3 من الجرحى، وعندهم ما يقارب 70 الجريح وما يقارب 30 أو 40 القتيل، والحمد لله رب العالمين على هذا الثبات الذي أيدنا وثبتنا الله سبحانه وتعالى به. المعارك محتدمة بين الجيش الوطني والميليشيات شرق المدينة بمعنويات مرتفعة وعزيمة لا تلين. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر، نائب مساعد القائد للتوجيه المعنوي بمحور تعز. سيادة العقيد، بداية، ما حصيلة الهجوم الذي شنه الجيش الوطني اليوم على مواقع ميليشيا الحوثية الانقلابية شرق المدينة؟ حياك الله. نعم، نعم سيادة العقيد، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع العقيد عبد الباسط البحر. إذن لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم فيما أصيب آخرون بنيران الجيش الوطني في تعز. وقالت مصادر عسكرية في الساحل الغربي بأن مدفعية اللواء 14 عمالقة دكت تعزيزات حوثية فور وصولها إلى منطقة رسيان غرب تعز، وأسفر القصف عن مصرع وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي، فيما دمرت الآليات التي كانوا على متنها بحسب مقطع نشرته ألوية العمالقة. جبهة الشقب جنوب تعز تتميز بموقع استراتيجي
يحمي المحافظة من بطلان ميليشيا من بطش ميليشيا الحوثية الانقلابية التي تحاول منذ 4 سنين من السيطرة عليها، غير أنها تفشل مع كل محاولة. يطلقون عليها بوابة تعز الجنوبية، فموقعها على سفح جبل صبر جنوب جبل العروس، والمنطقة تشرف على مديرية خدير ومديرية المصراخ، وتعد سقفا لهذه المديرية، وخاصة منطقة الأقروض المزدحمة بالسكان. والشقب تحتجز الغزاة عند بوابتها بفضل رجال يبذلون جهودا مضاعفة لحماية أهليهم ومدينتهم. الموقع يعني هو له أهمية استراتيجية، حيث يمثل البوابة الجنوبية لجبهة تعز بالكامل، ويمثل الثغر الذي يمكن إذا استولى عليه الحوثيين استولوا على جبل العروس. العدو منهار إن شاء الله، بينما أفرادنا المعنويات مرتفعة إلى أعلى السماء. نحن صامدون هنا صمود جبال مزعل وجبال صبر، مهما ترس العدو ومهما حفر من خنادق ومهما عد من عدالة. سنوات 4 وميليشيات الحوثي تستميت بهجماتها على منطقة الشقب نظرا لموقعها الاستراتيجي، فقد ضحت بالكثير من أفرادها ومعداتها في محاولات لاختراق الجبهة، لكن ثنائي دار مزعل وموقع الحصن بما عليهما من رجال فدائيين من أبناء صبر الأشم شكلوا حراسا أمناء وفدائيين من الطراز الأول باللواءين 35 مدرع و22 ميكا. كون المنطقة تحد سيطرة اللواءين، فبوابة تعز وحامية موقع العروس حاجز صد ونار التهمت المئات من المهاجمين الحوثيين. نحن والله معنويتنا مرتفعة وعالية ومستعدين لأي طارئ. نحن ندافع عن أرضنا وعن بلادنا وعن كرامتنا، ولا يمكن العدو يتقدم حتى شبر واحد. بالنسبة للعدو، العدو منهار 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 ولا يمكن التقدم. تعلم المقاتلون بمنطقة الشقب من الصقور الحرية والعلو، ومن الجبال التي يعتلونها الشموخ، ومن الأرض التي يحمونها منفعة الناس والثبات. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. وعودة إلى آخر المستجدات في تعز، ينضم إلي عبر الهاتف مجددا العقيد عبد الباسط البحر من تعز، مساعد نائب مساعد القائد لشؤون التوجيه المعنوي. سيادة العقيد، ما حصيلة الهجوم الذي شنه الجيش الوطني اليوم على مواقع ميليشيا الحوثية الانقلابية شرق المدينة؟ الحقيقة نعم نعم نعم، تفضل سيادة العقيد. معك تفضل. أسمعك نعم. كنت سألتك سيادة العقيد عن حصيلة الهجوم الذي شنه الجيش الوطني على مواقع ميليشيا الانقلاب شرق المدينة. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع العقيد عبد الباسط البحر. إذن لقي 35 عنصرا من ميليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون في معارك عنيفة مع الجيش الوطني، وكذا قصف لمقاتلات التحالف العربي في جبال الساقية المحاذية لجبال يام شمال مديرية نهمة. وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهادي بأن ميليشيا الحوثية تلقت ضربة موجعة من قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف التي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات لميليشيا الانقلاب. وأوضح بأن قوات الجيش أحبطت هجوما للميليشيا الحوثية إثر مواجهات شرسة قتل فيها أكثر من 35 عنصرا للميليشيا، وتم اغتنام مدرعات بالإضافة إلى وقوع أسرى. التي حاول الميليشيات التقدم منها، وتقدمت بعض المدرعات وبعض العربات، لكن فضل الله عز وجل تم كسرهم وأخذ بعض عرباتهم وبعض أسراهم، ولا زالت الآن بحوزة الجيش الوطني. ومعركة أسطورية سطرها أبطال اللواء 127 وكتيبة من 101 وأبناء مديرية الغيل الأبطال ومن سندهم من المصلوب،
سطروا أروع البطولات اليوم وداسوا على كل جثث المعتدين وباءوا بالفشل، وكذلك شارك طيران التحالف بضربات موجعة للعدو. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة فيديوهات تظهر لحظات اقتحام قوات الجيش الوطني مواقع ميليشيا الانقلاب في جبهة صرواح. الله أكبر ولله الحمد، الآن قواتنا متجهة تقتحم، وما النصر إلا من عند الله. فتحت لهم باسم جيبي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. شله شله. الله أكبر ولله الحمد. غادي 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 مسجد غادي. صحيح صحيح نطلع القنبلة. شلت الحوضة شلتهم. الله أكبر ولله الحمد. صحيح صحيح الله أكبر. أصحاب الآن في المسارس. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله الحمد. وصلوا وصلوا وصلوا. لك الحمد يا الله ولك الشكر. الله أكبر. الرجال مشطون تحت المتارس. الله أكبر ولله الحمد. بشير
استهدفت مقاتلات التحالف العربي آليات وعربات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء، وأظهرت صور جوية قيام مقاتلات التحالف بتتبع آليات حوثية في عدد من المواقع في نهم ومن ثم استهدافها. كما قصفت مقاتلات التحالف في مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية في الجبهة وكبدتها خسائر كبيرة. وكثفت مؤخرا مقاتلات التحالف من غاراتها الجوية في نهم والجوف، وذلك تزامنا مع التصعيد الحوثي الذي يدخل أسبوعه الثالث. تفقد المفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن عادل القميري اليوم أبطال الجيش الوطني في المواقع الأمامية بجبهة صرواح بمحافظة مأرب، وذلك برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء الركن محمد الحبيشي. وأشاد القميري بالروح المعنوية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني وتضحياتهم في مواجهة ميليشيا الانقلاب الموالية لإيران. وشدد القميري على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية القتالية إلى أقصى درجاتها والاستعداد لمواجهة الميليشيا الحوثية حتى تخليص اليمن من شرورها. في البيضاء كسرت قوات الجيش الوطني هجوما حوثيا في جبهة قانية شرق المحافظة، وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي بجبهة قانية استمرت لعدة ساعات انتهت بدحر الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا وإلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوفها. كما أسفرت المواجهات عن أسر عدد من عناصر ميليشيا الحوثية الانقلابية بينهم قيادات ميدانية واغتنام العديد من الأسلحة والآليات الحوثية. وأفاد شهود عيان بأن الإسعافات لم تتوقف طوال ساعات الفجر لنقل جثث قتلى وجرحى الميليشيا إلى مستشفيات البيضاء. جرح 5 أشخاص وتضررت عدد من المنازل والممتلكات جراء اندلاع حريق كبير في مقطورة غاز في منطقة عفار بمحافظة البيضاء. مصادر محلية قالت بأن الحريق نشب إثر انقلاب مقطورة غاز منزلي في منطقة عفار بمديرية الملاجم، وتسرب الغاز من القاطرة لأكثر من ساعة ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها. وأوضحت المصادر بأن الحريق أدى إلى إصابة 5 أشخاص واحتراق 4 منازل و5 سيارات وبعض ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من الأغنام. يشار إلى أن ميليشيا الحوثية قامت باستحداث منفذ جمركي في منطقة عفار في الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء ومأرب، وتفرض رسوما وجمارك باهظة على جميع البضائع والمعدات والمشتقات النفطية، وتحتجز عشرات الناقلات هناك. قال الاتحاد الأوروبي إن التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن سيزيد من معاناة المدنيين وسيغرق البلد في مزيد من موجات الصراع. وأعرب الاتحاد في بيان صحفي عن قلقه من تواصل النزاع المسلح في اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وإيقاف التصعيد العسكري. وقال البيان إن تكثيف القتال في اليمن مؤخرا والمواجهة العسكرية المستمرة ستتسبب في إغراق اليمن أكثر في الصراع وتجلب معاناة إضافية لشعبها الذي تأثر بالفعل بشدة الأعمال القتالية. وأكد أن الأطراف المشاركة في النزاع بحاجة ماسة إلى التحلي بضبط النفس ووقف التصعيد العسكري والانخراطه في إجراءات بناء الثقة في ضوء استئناف مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. قال تقرير لخبراء أمميين إن ميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن حصلت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران. وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي باتت تستخدم نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية. وبحسب المحققين فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يشكلان انتهاكا للحظر، ويتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوفرة تجاريا في بلدان صناعية كمحركات طائرات بلا طيار والتي يتم تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورا. وأشار الخبراء إلى أن بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، إلا أنهم لم يستطيعوا إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي سلمت هذه الأسلحة إلى الحوثيين. ولفت التقرير إلى أن القطع غير عسكرية، وتلك العسكرية يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر بعمان والمنطقة والساحل الجنوبي لليمن وصولا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
قالت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي بعد أشهر من تعقبه استخباراتيا وعبر الجو. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن الريمي قتل بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في يناير، ورفضت وكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي التعليق حول الحادثة. وكانت طائرات بدون طيار قد شنت غارة حول منزل في وادي عبيدة بمحافظة مأرب. ووفق سكان محليين فإن الغارة استهدفت شخصا كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستأجر منزلا في المنطقة دون أن يتعرفوا عليه. ونقلت نيويورك تايمز عن بروس ريدل وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية قوله إنه كان على علم بالغارة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الريمي قد قتل أم لا. وفي فبراير الماضي رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 11 مليون ريال مليون دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات حقيقية عن الريمي. قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية. وأكد وزير الخارجية أن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا ستظل إلى جانب أشقائنا في فلسطين من أجل استعادة دولتهم ونيل حقوقهم الغير قابلة للتصرف، على رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في كلمة اليمن أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. وأوضح وزير الخارجية أن إرساء السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه بشرعنة الاحتلال أو تجاهل المطالب المشروعة لأصحاب الأرض أو مخالفة الشرعية الدولية أيا كان ذلك وبأي مسمى. وأشار وزير الخارجية إلى أن الحديث عن أي خطة للسلام ينبغي أن يكون وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أكدت على أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية إن الظرف الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية يتوجب أن يكون دافعا وحافزا جديدا لخطوات استثنائية لتوحيد الشعب الفلسطيني. أكدت هيئة علماء اليمن رفضها وإدانتها لما يسمى بصفقة القرن الظالمة والمجحفة للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والمنحازة كليا للكيان الصهيوني. وقالت هيئة علماء اليمن إن الصفقة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومصادرة الحقوق الثابتة شرعا وتاريخا للشعب الفلسطيني. وقالت هيئة علماء اليمن إن القدس وقف إسلامي يحرم المساس به وهو يخص جميع المسلمين في العالم. وحذرت من تغير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفرض واقع جديد يمكن الاحتلال الصهيوني من وضع يده على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وإخضاعه للسيادة الصهيونية. وأكدت هيئة علماء اليمن دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحيت صموده وتضحياته في سبيل التحرير، وأشادت بموقف الحكومة اليمنية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. تواصل تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي منع مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية بأن تشكيلات الانتقالي المسلحة منعت حافلات نقل تقل عددا من أبناء المحافظات الشمالية من المرور صوب العاصمة المؤقتة عدن. وأضافت المصادر إن النقطة الأمنية التابعة للانتقالي في منطقة الشيخ سالم في أبين أوقفت حافلات ركاب قادمة من حضرموت وشبوة والمهرة، ولا تزال حافلات الركاب عالقة في أبين وبعض المناطق المجاورة لليوم الثاني على التوالي وسط دعوات للحكومة والتحالف العربي بالتدخل. ومنذ انقلاب الانتقالي على مؤسسة الدولة في عدن تقوم تشكيلاته المسلحة بالتنسيق على تنقلات المواطنين سيما أبناء المحافظات الشمالية. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا حافل الشبوة يطلع على مستوى العمل في أول حديقة بعتق. إجراءات قانونية تنظر في المعلمين تنتظر المعلمين المتغيبين في وادي حضرموت. شيع عدد من القيادات العسكرية وحشد من المواطنين في مدينة مأرب اليوم السبت العميد حاتم الصباري
ركن تدريب المنطقة العسكرية السابعة الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة ميليشيا الانقلاب. علو في الحياة وفي الممات، لعمرك تلك إحدى المكرمات، عاش مناضلا ومات شهيدا. ذلك هو الشهيد القائد العميد حاتم الصباري، ركن تدريب المنطقة العسكرية السابعة الذي شيعه عدد من القيادات العسكرية وحشد من زملائه ومحبيه في مدينة مأرب بعد حياة حافلة بالعطاء مختومة بالشهادة في المواجهات مع ميليشيا الكهنوت الحوثية. الحمد لله الذي اصطفى والدي شهيدا، وهذا ما تمناه، كان يطلب دائما الشهادة وإنا على نهجه لسائرون. ظل الشهيد الصباري كالصقر لا يقف إلا على شوامخ القمم ولا يحط إلا على أعالي المبادئ، فكان مشعل وعي ومصباح تنوير يضيء بالكلمة الصادقة والخطاب الوطني والرؤية الثاقبة جبال الحيمتين بمحافظة صنعاء. مثابر الجبهات، وكان يدافع ويعمل ضد الظلم من أجل البقاء للوطن. كذلك نقول إن قادتنا القادة هم وقود مصر، وإن شاء الله إننا في طريقه ماضي. أدرك الشهيد الصباري خطر الميليشيات الحوثية منذ بدأت بنفت سمومها في جسد المجتمع اليمني، فشكل كغيره من رواد الكلمة وحملة المبادئ حائط صد ضد اقتحامها عقول أبناء مجتمعه، ولم يقتصر على الكلمة بل حمل البندقية ليكون ضمن الصف المدافع عن الجمهورية في الحروب الست وفي الدفاع عن العاصمة صنعاء قبل الانقلاب الحوثي، ثم الالتحاق بصفوف المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعد اجتياح الميليشيات للعاصمة صنعاء. قد عمل رحمة الله عليه في سبيل الله عز وجل يعني طيلة حياته حتى نال الشهادة التي كان يتمناها منذ أن دخل في صفوف المعركة في صفوف الجيش الوطني، فتمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا فنال ما تمنى. ظل هدف العميد حاتم الصباري واضحا كوضوح أهداف الثورة اليمنية التي دافع عنها، فمضى في طريق نضاله يحمل روحه على كفيه ويحمل وطنه في قلبه حتى لقي الله شهيدا مقبلا غير مدبر. محمد القليصي لقناة السهيل، مأرب. سير أبناء إقليم عدن قافلة غذائية انطلقت من محافظة مأرب إلى مواقع الجيش الوطني في عدد من جبهات القتال، وشملت القافلة الغذائية بطانيات وفرش وملابس شتوية إضافة إلى مواد غذائية. وتأتي هذه القوافل الغذائية كدعم ومساندة مجتمعية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في المواقع والثغور. اطلع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو على مستوى سير العمل في مشروع أول حديقة عامة بمدينة عتق، ونوه خلال زيارته بأهميتها باعتبارها المتنفس الوحيد لسكان المدينة والمديريات المجاورة. وقال بن عديو إن مشروع الحديقة يعد واحدا من أكبر وأهم مشاريع التحسين المتعثرة بالمدينة ولسنوات طويلة، وحدد المحافظ فترة 3 أشهر كمدة أقصى لإنجاز مشروع الحديقة. على صعيد متصل، تفقد المحافظ بن عديو سير العمل في مشروع إعادة تأهيل المسبح العام بالمدينة، وأشدد على سرعة استكمال عملية تأهيل المسبح والمنشآت الرياضية التابعة له. أكد المكتب التنفيذي بوادي حضرموت على ضرورة أن يقوم مدير مكتب التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمين الذين لا يزاولون مهامهم، وجدد المكتب استعداد السلطة المحلية تحمل الالتزامات المترتبة جراء مطالب المعلمين باستحقاقاتهم لدى وزارة التربية والتعليم. إلى ذلك، أقر تنفيذي وادي حضرموت عقد ورشة عمل بمشاركة عدد من المختصين في الجهات ذات الاختصاص لحلحلة المشكلات والعمل على تجاوزها من أجل تحسين وزيادة الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها هيئة مستشفى سيئون، كي يكون مرجعا لبقية المرافق الصحية العاملة على مستوى مديريات الوادي والصحراء. اختتم فرع الاتحاد العام لكرة القدم بمحافظة مأرب الدورة التدريبية الأولى للحكام المستجدين بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا اليمنية للحكام وإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. وشملت الدورة على مدى 5 أيام برامج تدريبية في الميدان حول مهارات التحكيم الرياضي وإدارة المباريات. وفي اختتام الدورة، أكد مدير عام الشباب والرياضة علي حشوان على أهمية التدريب والتأهيل في تنمية قدرات الرياضيين وتعزيز حضور الأنشطة الرياضية بالمحافظة.
النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الجيش الوطني يشن هجوما على مواقع الميليشيا الحوثية شرق تعز ويكبدها خسائر فادحة. مصرع 35 عنصرا من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش وغارات التحالف في جبال السلف السايقية بالجو. تقرير أممي يؤكد حصول الحوثي على أسلحة جديدة من ضمنها صواريخ منتجة في إيران. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.